هنا بعيد جدا. اذا اردنا ان نعمل حاجز للنساء يصلوا خلفنا وحاجز للنساء قربوا كمان 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 كمان. بس صفوا انفسكم رجالا. دي منها ما انا رايه هي دي فراونز انت هنتن الحريم هنا ورا دي فراونز هي هنتن يلا وسارعوا الصلاة. هكذا نصلي إلى سترة. هكذا تكون الصلاة إلى السترة. نصلي بهذه الطريقة. يقف بعضنا سترة للآخرين. نصلي النساء في الخلف. تصلي النسوة في الخلف ويصلي الرجال أمامهن ويقف البعض كساتر كسترة للمصلين حتى لا تقطع صلاتهم. وبعيدا عن مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هناك في آخر الدنيا ونحن هنا حتى لا نزاحم الناس. أما الصلاة هناك في مقام إبراهيم حيث تزاحم الناس هذا لا يجوز في هذا الوقت. لا يجوز بحرم الأحوال. هكذا يسجدون بحريتهم ويركعون بحريتهم ويصلون بحريتهم ويخشعون في صلاتهم. لكن هناك لا يمكن. هو القتل بعينه.